الموضوع أمام المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية بما تمتلكه من صلاحيات بالمادة 93 من الدستور العراقي، نعم، وبالمادة 94 أيضا، أن قراراتها باتة وقطعية ويجب على الجميع أن ينفذوها، كل السلطات لازم تنفذها. لكن وتحكي عن شنو واجباتها؟ واجباتها إذا حست أن هنالك خلل في القوانين مخالفة للدستور، إذا حصل نزاع في مواد قانونية بالتأكيد، لكن صلاحيتها من الفقرة 7 من المادة 93 هي المصادقة على الانتخابات. نعم. طيب. ممكن أن تلغي الانتخابات؟ طيب. نعم. أنا هذا نعم. أنا سؤالي حتى أرجع لباقي الضيوف، إلى أنه ممكن إلغاء الانتخابات، نتائج الانتخابات، لو لا؟ إحنا عندنا تجربة صارت، وأريد أوضح لكم إياها تجربة بسيطة. المادة 3 من قانون المحكمة نفسها، المحكمة السابقة ألغتها لسبب أو لآخر. نعم. رئيس المحكمة السابقة ألغاها، لكن ما استطاع أن يشرع مادة بديلة عنها، وتعطلت المحكمة الاتحادية مثل ما شفنا، تعطلت لفترة طويلة جدا، تعطلت كثير من القرارات إلى أن قام مجلس النواب بتشريع مادة بديلة، وهي المادة التي تتكلم عن اختيار القضاة إلى هذه المحكمة. طيب. إلى أن صار تعديل بالقانون وإلى آخره. اليوم يمكن هي تنطي نفسها صلاحية وتقول هذه الإجراءات غير دستورية وتلغي الانتخابات، لكن البديل شنو؟ هو هذا اللي بنسأل عنه. هل يمكن أن تقوم انتخابات جديدة؟ لا، أولا الانتخابات شرعت بقانون. جميل. وتلغى بقانون، وإذا أريد تعيد الانتخابات يجب أن تشرع قانون جديد، وهذا ما موجود مجلس النواب ممكن أن يشرع. طيب. لذلك مستعب جدا أن تلغي هذه الانتخابات.